احترف قبل كده والنهارده وكان سبب وصول مصر لأمم افريقيا وانا بقول لك واحترف وراجل النهارده فارق مع فرقته. كلمه فارق مع فرقته دي معناها كبير. طب ما راحش المنتخب ليه يا كابتن اخر تجمع؟ وضع طبيعي، راجل عايز يجرب عادي، عايز يجرب يعني، عايز يجرب اكبر عدد ممكن من اللعيبه النهارده و يعني من حقه اللي هو يجرب. صح، هو في لعيبه ضامنها معاه مفيش مشكله، ده كان كابتن القوام الاساسي في دماغه كده كده طبعا، مش هيقدر ان هو يغير، او يا دوبك ممكن يغير في لاعب او اتنين بكتير، او لكن يغير قوام منتخب اعتقد صعب. طب ما النهارده انت نسيت تقول على لاعب النادي الاهلي اللي في الاتحاد، عمار ممتاز يا كابتن، مبروك النادي، انا بقول لك مبروك النادي الاهلي هذا اللاعب، مبروك النادي الاهلي هذا اللاعب. كنت يا كابتن يعني استغربت على يعني شفت جمهور النادي الاهلي دايما بيكون عنده ثقافه مختلفه، ان دايما اللعيب اللي يكون معار حتى اللي يلعب قدامه يلعب بروح عاليه جدا، وعمار لعب النهارده بروح عاليه جدا جدا وما تخزلش وما لعبش عشان خاطر قدام النادي الاهلي فبيتهاون، لا ده لاعب 100% وكان واحد من اهم يعني مفاتيح لعب في اتحاد اسكندريه، وكمان جمهور الاهلي اثنى عليه، فزي ما حضرتك تقول مبروك على الاهلي، لعيب مهم جدا. وشايف يا كابتن بقى الموسم اللي جاي هيكون بقى نضج وتعلم وبدا ان هو يكون شخصيه، ده بيرجعك لحاجه انا في بعض الناس هجمتني عليه، يا جماعه انت اعرت لاعب معين انت في غنى عنه في هذه الفتره، اعارته النادي تاني تمام، ليه تحرمه اللي هو يلعب قدامك ويثبت لك اللي هو لعيب كويس في الاخر اللعيب ده مش بتاعك؟ ايوه بتاعي طبعا صح، تمام، زي اقول لك ايه، لا ما تلعبش قدامي، خلي بالك هو النادي الاهلي برضه لعيبه الجونه ما لعبتش تمام. كابتن ملعب الجونه ده كمين يا كابتن، صعب قوي يا كابتن ملعب الجونه يا كابتن، صعب قوي، هيبقى الجونه واللعيبه يعني هدي له لعيبه وكمان عايز الملعب. طب اقول لك على حاجه، لعبت في ملعب غير الجونه والعب لعيبه الكوره كمين ده ما تطلعش غير باللعيب كوره، شفت يا كابتن يعني لعبت في ملعب غير الجونه والعب لعيبه، لكن لعيبتي وملعب الجونه انا مع يعني ما اعرفش انا 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 احب اللي انا النهارده بقول لك مبروك عليك يا عمار، صح يا كابتن، ده اللعيب بتاعك النهارده ظهر النهارده قدام النادي الاهلي، لا لعيب كوره عالي، مين اللي مستفيد؟ ما هو لعب قدامك النادي الاهلي مستفيد، انت كسبت المباراه وكسبت لعيب ان شاء الله انا في اعتقادي اللي هو هيبقى من اعمده النادي الاهلي في الموسم القادم، واخد بالك؟ فاعتقد الانديه تراجع نفسها في حته الاعارات دي، ادام اعارت لاعب انسى بقى، انسى يلعب بقى قدامك، ما يلعبش قدامك دي حاجه ترجع، لان النادي اللي بيعيره منك ما هو عايز يستفيد، صح، عايز يستفيد، ومين المستفيد في الاخر؟ انت زي ما حصل مع عماره، والنهارده عماره راح منتخب مصر صح واثبت نفسه، والنهارده مستواه بيزيد 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 بيزيد، انت الكسبان، مبروك صح. طب مباراه سان داونز يا كابتن، سان داونز كان عنده